استقبل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني بمكتبه برئاسة الحرس الوطني الفريق سير جون لوريمر كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط والوفد المرافق بحضور المقدم بحري بول إي وينسر الملحق العسكري البريطاني. وفي بداية اللقاء رحب سمو رئيس الحرس الوطني بكبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط والوفد المرافق مؤكدا سموه متانة العلاقة الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي تحمل عقودا طويلة من الصداقة بين البلدين، مشيرا سموه إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع البريطانية في ترسيخ أفاق التعاون المشترك بما يسهم في دعم وتعزيز أطر التنسيق والتعاون القائم بين البلدين الصديقين. كما استعرض الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصة العسكرية منها. بدوره أشاد الفريق سير جون لوريمر كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وحرص بلاده على الاستمرار في تكثيف الجهود لتعميقها وتطويرها على كافة المستويات والمحاور بما يحقق الأمن الإقليمي والاستراتيجي ويحافظ على النماء والتطور الذي وصلت إليه المملكة.